أصدقائي، لو أنت في المطار وعاوز تاخد واي فاي مجاني تقدر تاخد واي فاي ببلاش. بتعمل إسكان لصورة الباسبور بتاعك هنا هوت وتحصل على الواي فاي. في ناس كتير ما تعرفش الموضوع دوت، ولكن أنت تقدر تاخد واي فاي ببلاش داخل المطار زي ما أنت شايف كده أهو. بتعمل إسكان للباسبور تحصل على الواي فاي مباشرة تاني.